كان يا مكان بقديم الزمان مرة ورجال عايشين مبسوطين وبسلام بين بعضهم. رجال كان يخاطر بحياته كل يوم بالغابة ليجيب أكل لعائلته، كان كمان يحمي العائلة ضد الحيوانات المفترسة. دوره كان واضح، كان صياد وحامي العائلة. ولا مرة كان مطلوب منه يحلل العلاقة بينه وبين المرأة. دور المرأة من ناحية تانية كمان كان واضح، كمربية الأولاد طوروا مهاراتها تتلبي هذا الدور. كان لازم عليها تراقب محيطها المباشر لحيلا علامة خطر. الواجبات بهداك الوقت كانوا واضحين، بقاء على قيد الحياة كان شي منه هين، بس العلاقة بين المرأة والرجال كانت سلسة. المرأة والرجال اتطوروا بطريقة مختلفة لأنهم اضطروا، دماغهم وجسمهم اتطوروا كمان بطريقة مختلفة وفريدة. على مدار مليون سنة بلشت بنية دماغ الرجال والمرأة تتطور بطريقة مختلفة، صاروا هلأ يفكروا بشكل مختلف وصار عندهم سلوك كمان مختلف. بصفتها مربية الأطفال كانت المرأة بحاجة تكون كاشفة للعواطف، كرمل هيك المرأة بتعرف بسهولة إذا حدا زعلان، الوقت اللي الرجال لازم يشهد على الدموع أو حدا يخبره إنه في مشكلة تيحس إنه في شي غلط. الرجال كانوا صيادين، ما كانوا يضطروا يكونوا بالكهف، فما طوروا مهارات خاصة بالتواصل. كانت مطاردة الحيوانات ما بيتخلى لحكي، كان الرجال ينطر الفريسة هو وساكت. بعصرنا هلأ الرجال بيروحوا يتصيدوا سوا بلا ما يحكوا، بس بيكونوا كتير مبسوطين بالجمعة. من ناحية تانية إذا في مجموعة نسوان قاعدين سوا بلا ما يحكوا، يعني أكيد في مشكلة شي مطرح. واختلاف تاني مشهور بين الجنسين هو المشاعر. كم مرة تسألتوا يا نسوان ليه شريككم ما بيعبر عن مشاعره؟ ليه بينزوى وقت يكون زعلان وما بيعود يحكي؟ الرجل المعاصر بعده بيحمل إرث إنه هو شجاع وما ببين عن ضعفه، وإذا ببين عن مشاعره بحس إنه فقد السيطرة. بالإضافة الممارسات التقليدية بتعزز هذه الأفكار عند الصبيان، وقت ينقلن مثلاً إنه لازم يتصرفوا مثل الرجال وإنه الرجال ما بيبكوا. من ناحية تانية دماغ المرأة مجهز مسبقاً تيبين عن المشاعر والضعف، كرمال هيك لما الرجال والمرأة بيواجهوا مشكلة كل حدا منهم بيتفاجأ وبيرتبك بخصوص ردة فعل الشريك. من أكتر الأشياء اللي بتفرق بين الثنائي هو الصمت، وقت يكون الرجال مش مرتاح بفضل ينترك لحاله لكن لاقى الحل. المرأة من ناحية تانية لازم تفضفض عن كل شي بقلبها مع كل المعارف تبعها تترتاح. وكتير نسوان بيعتبروا إذا شريكهم كان ساكت يعني ما بيحبهم أو معصب منهم، بس هيدا الشي منه شخصي، هو بس هيك بيرتاح. سيناريو المتكرر اللي بيصير مع تقريبا كل الكابلز هو المرة بتكون زعلانة من شريكها فبتبعد عنه وما بتحكي، شريكها بيفكر انه بدها تقضي وقت لحالها فبيبعد شوي عنها، فكروا انه عم يحترم لها إرادتها فبيروح يعمل رياضة مثلا أو بيجتمع مع رفقاته، وبالنهاية بيرجع بيسألها انه كل شي منيح، بتقله ايه كل شي منيح، بس هيدا الايه كل شي منيح عطول بتخدع، لأنه هي بتكون بتعني انه لو بتحبني بتسألني شو بني أو بتجرب تكتشف شو صاير معي. وبما انه شريكة ما معه خبر شو عم بيدور براسها بيقول لها اوكي منيح، فبتروح المرة ساعتها تشتكي عند الكل انه شريكي ما بيحبني او ما بيحترم لي مشاعري. بالوقت اللي المرة كتير حساسة عندها بالمقابل نقص بتحديد الاتجاهات. كم مرة صار في مشكلة مع شريككم بخصوص قراءة خريطة؟ تحديد الاتجاهات والأماكن هو نقطة قوة عند الرجال، طورت تتسمح للصياد يقدر وين الفريسة تبعه قدي سرعتها وين اتجاهها. بالإضافة الرجال فيه يبرم الخريطة براسه ويعرف بأي اتجاه لازم يروح بحال بده يرجع على المحل اللي انطلق منه. بما أنه هيدي ما كانت شغلة النسوان ما تطوروا من هالناحية. بما أنه واجبات المرأة ضلن تقريبا هن ذاتهم، واجبات الرجال بلشوا يخفوا شوي شوي مع بداية الثورة الصناعية أواخر 1700 وتقنيات الزراعة المتقدمة. آلاف السنين المبرمجة للمطاردة فجأة توقفت، الرياضة صارت الحل، وأكترية الرياضات الحديثة بلشت بين 1800 و1900 والأكترية منهم بتتطلب ركض، مطاردة وضرب الهدف. غريزة المطاردة تحققت شوي مع هذا السبور،
بس ضل في غرائز خاصة بالحماية بعدها موجودة بس مش كتير واضحة. مثلاً شي مرة لاحظتوا إنه بالمطعم الرجال عطول بيقعد ظهره على الحيط أو عم يواجه باب المطعم، بهالطريقة بيكون متأهب إذا صار شي خطر، حتى لو هيدا الشي بطل هلأ هالأيام. بالإضافة شي مرة لاحظتوا إنه الرجال بينام ميلة التخت لحد الباب، هيدا الشي رمزي بعبر عن حماية باب الكهف. هذا الفيديو هو مقدمة عن الفرق بين المرة والرجال، كيف اتطوروا، ليش اتطوروا بهالطريقة، كيف كل حدا منهم فريد من نوعه.